السلام عليكم الاولاد بسعاده وبسعاده كالعاده في رياكسيون جديده الاولاد. نمشيو اليوم لليبيا وناس ليبيا واحلى اخوتنا في ليبيا واللي عنا برشا ما عملناش عليهم طلع من البيف نتاع امسي ميغو ومتاع لا طلعنا عليهم فخر مره دي بوي وش اسمه والجندي حاسيلو الاولاد تويك سليم سي هبط لنا تراك اسمه جود مورنينج صباح الخير صباح النور صباح الفل صباح الورد ولي ياسمين يا تويكس مشي نسمعوا صيغه اش قال لك يا خويا فايب ويكلي شو اش قولك انت فهم حاسيلو مشي نسمعوا تويك سليم سي ليتس جو مامين ليتس جو حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت قوك العالم والله كي تعري وتوري مش يقولوا اكبر قال يقولوا فلان ما هوش راجل بنته طلع طلع الله حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت قوك العالم والله كي تغنيش تقري وراك تدر حسبها مره باقي لغه حرقه وشيخة في سد ومبت البر جود مورنينج صباح الخير فايبي شو ال بالله لحظه خلينا نحكي حتى مره ما ركزنا في الاوتفيت نتاع الارتيست ولا نتاع الام سي ولا نتاع اللي هو واللي ما تشيلين ياسر ولا يدان ياسر ياس بالرسمي يا خويا مش عادي مش عادي مستفز جود مورنينج يومي كاي عارفه نفسي قبل بس نغني للتريس جينا قال ستوري يقول لي هاو دو يو فيل كيف بدي قصه ازبل انت متبلف مين ما غيخ عليه وراح بابا لا نعرف ورسل العاد اللي فهمت شيء اقسم بالله هذا هذا تويكس هذا عاش خيه صحيح جود مورنينج يومي كاي شك شباب يومي جود مورنينج يومي كاي عربها عربها في الشو بتاعها جود مورنينج يومي كاي اليوم الكئيب عارفه نفسي بس غني Good morning, يومي كئيب عارفة نفسي قبل بس نغني للتريس جينا قال ستوري يقول لي how do you feel كيف بدي قصة أزبل انت متبلف مين ماغي يختم مرزين صاحب تقرو في بنات تتك مي وعشي انا وحيد وحيد نحب نفهمه فاش يقول نحب نفهمه أبار الفايب مزيانة Good morning, يومي كئيب صباح خير في نهار كئيب اليوم كئيب شكون لك كئيب تويكس الكيب عارفة نفسي قبل اللي قبله جود مورنينج يومي كاي عارفه نفسي قبل بس عارف نفسي اللي قبله بس غني للتريس بس اللي غني للتريس شكون تريس تريس بالك يقصدوا بها الراجل معناها جينا قال ستوري يقول شنو هي يومي كاي عارفه نفسي قبل بس غني للتريس جينا قال جيلي بنحكي على ستوري جاي باش نحكي على ستوري ستوري يقول لي هاو وقول لي هاو دو يو فيل كيف بدي قصة أزبل انت متبلف مين ما الف ميل باهي يختم مرزين صاحبت جروب فيه بنات صاحبت جروب فيه بنات تكني وعجبني جو بديت نكمي وعجبني جو طوط فراس انت النات زلت من السيارة مسطول حس الدنيا وردية حس في الشارع كل اللي يخطط يبي يغدر بيا فقدت وفلحت استوعب الجروب اللي فيه البنات اتذكرت كلام ماما تروك لبالك منها فتحت فقت وكذا ولازمني قالت لي ماما رد بالك منا رد بالك من البنيات انا لكيدونا العظيم الكل حب يقتلني التيك توك نتصفح لقيت في اللايف يديو حركة صعبة نب الحبس كلنا شكلها مش ماشي عليه خير قلت روحي فاتح بيتي دف تراكي لله ما تقوليش انت شو شفت لي شفت كفي غرناه باهي لي جيت للفين وصل جيلي للفين يه علمتني دنيا ان نقول الحمد لله ان everything bros that's from Allah يه رحمة ربي انك مش من جيلنا لكن جيت في بلادنا اللي عشت عشنا كلنا احمد ربي اللي انتي ماكش من جيلنا ما جيت في بلادنا واللي عشت وعشنا صحيت هو لا تويكس راو وش اللي عشت وعشنا لا لا كل جيل وعاش حكايه ما نجمش يفهمها الجيل اللي من بعده يا برو فهم جيل التسعينات خلينا في جيل التسعينات جيل التسعينات حتى مع الثمانينات زاد هون دخلوكم معنا الثمانينات ملوحوكم مش قريت مع الناس 89 و88 عندك التسعينات واواخر الثمانينات يا برو هما اللي جاوا في الوسط جاوا ما بين الاجيال القديمه لحقوا على هذا وعلى هذا اللي ما عنده حد شيء وجاو مع جيل الالفينات تو كي نجي نحكيو على السبعينات نجي نحكيو على السبعينات ووسط الثمانينيات ما يعرفوش انستغرام ما يعرفوش سناب شات ما يعرفوش حوايج هذه فاهم فا
احنا اللي حضرنا عزوز، احنا لعبنا بالزرمول ولعبنا بالبيش ولحقنا على التليفونات الميلسون، وقت اللي ما كانش فما تلفز فما كان تلفز بوكرش، لحقنا على الزمن قبل فالزمن الجميل سعيد. جماعه الالفينات ما نظنش حضرتوا عليهم الشيء هذا، انتم حضرتوا على البلازما طول تلقى بلازما، ما تعرفش معناها تلفز بوكرش، تعرفش معناها تلفز تخشخش وانتين وحاطين ريونا ومتلمين حومه كامله اللي تكلموا به قبل انا دبليو اس ان اس ان تحكي على ام اس ان انت ام اس ان ام اس ان يا برو ام اس ان سكايب انت تعرف سكايب حلوي اخي السيد عمل تجربه هبط بام بتروال الشرح ببرقيبه ويجي في جماعه الفينات قال له شنو هذا؟ قال هذا يقول له فلاش ما فهم ام بتروال ما عرفوش لام بتروال ايش تحكي نعطيك حاجه اخرى ولك مين لو لك مين شو عرفوه البلادير ناكد لك ما يعرفوش البلادير سيدي المره اللي فاتت متعدي نلقى واحد في كليب حاط بلادير عامل ديجا فاز هيك كومسي لابس كي الناس قبلوا التسعينات وحط بلادير وغني في الكوتيرات بالبلادير يا حبيني البلادير هذا يقبل شنية واحدة هيك تحط في اول ما خرجت السيديات وقتها بالسي دي يمشي معنا كي لامبي 3 كي الفلاش بالسي دي يمشي يا حسرة البلادير هذا جي قبل لامبي 3 جي قبل لامبي 3 جي هو اللي لكمان فرد وقت له لكمان بالكاساتات والبلادير بالسي دي لكن جيت في بلادنا اللي عشنا عشنا كلنا حلوي فاروقي كل يوم فاروقي كل يوم ومن جديد ولا بانا في اليوم ولا بانا في اليوم حسب الوي فاروقي كل يوم فنان 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 ومن جديد ولا بانا في اليوم ولا بانا في اليوم خمسة بنات الولاد قالوا لي بالجو قلت روحي نحضرب ونلف بدات نتعلم في الجو 25 في اليوم ما تكفيش يا برو كل مره نجرب صنف تبت على العشب المروك صحيت 25 راهو مع كل يوم وفساد ودني ما تكفيكش راه لذلك عادي مساجات سلبيه ايجابيه بعدهم على الفيلم 25 ما تكفيش 25 معناها ايه في بيت تاخذ 25 ما تكفيش حط في الطريق باش بدي من الاول يتعلم مع الدراري مع الاولاد كل يوم نزيد في الجرعة لنبدا بها ننفيك كل مرة تجيني لي حاجة يا شجاع يا بطريق بدت غبي للشاد كل يوم تركب لي على حاجة يا اما شجاع يا اما بطريق بدت تقول بسيط نسيني حتى في اسمي تخليني مسطول وغبي مسطول وهابي مسطول وغبي فرحان هابي ولا غبي مسطول وغبي هابي مش تويكس اللي كان يدوي جناب فقت مخلوق من كابوس الندروب مش لنا مش تويكس اللي كان يدوي جنة جا بلحظة بركة بالله ممكن تويكس مازال صغير وفما مراحل مازال ما وصل لهمش فغنى احكي لكم شوية على المراحل اللي مازال ما وصل لهمش تويكس واللي يوصلون الناس كل برا الحمد لله دروك مش لازم منا باش تعطي موزيك كلين لازم تبعد عنا حسب الويد فعروبي كل يوم فعروبي كل يوم ومن جديد ولا بانا في اليوم باهي باهي المساج الاخراني باهي عجبني ديك كلين لازم تبعد عنا حسب الويد فعروبي كل يوم مش لازم ومن جديد ولا بانا في اليوم ولا بانا حسب الويد فعروقي كل يوم فعروقي كل يوم ومن جديد ولا بانا في اليوم ولا بانا في اليوم اخونا ايوه رايك في اللوحه الفنيه لوحه فنيه والله يا اخونا باهت وحاجه حاجه جديده معناها محليها عجيب تويكس حاجه جديده معناها سمعنا له تراكات قبل احس معنا تراب بومباب حاجه هيك عجبني شنو نحب نقول على المراحل اللي بعد نجي توصل لها بالويد هي انك برو تبدا تحس بالرسمي بالتاثيرات السلبيه نتاعها على بدنك عرفت كي تبعث حد نبعث هيثم بقضيه ومن بعد تلفت للجماعه نقول لهم وين مشي تنسى برو بالرسمي تولي تنسى يعني حاجات نورمال مهم المفروض انك ما تنساهمش نتاع البلاصه نتاع حاجه مش نورمال قاعده تصير فيك فما عروق تتسد في بدنك في مخك
بس فما مضاعفات من بعد بتشوفهم من قدام يعني يولي مش ما عرفش يعني جيست تحب تتكيف وكهول مع الشيخ هذيك حاجة أخرى لك الشيخ اللي ملولك اللي شدتك هذيك هي شدتك اللي قالك نشوف روحي مرة بطريق ومرة شجاع الحاجات هذوك ما عادش تشوفهم ما عادش تعطيك اللي فيها هكا تولي جيست باش نحيك القلق والفدة اللي أنت قاعد حاس بها والقلق والفدة اللي أنت حاس بها سببها هي يا برو هي سببها الدوزة تاع الويد وفات فتقلق وتفد وتكتئب وتحس روحك تحب على دوزة أخرى تعملك الدوزة الأخرى هيك شوية وبعدها ترجع للاكتئاب وللفدة وللخنقة مرة أخرى هي مفدتك برو تبطلها تبطل الويد تقلق جمعة أنت وإرادتك وعزيمتك ما عارف شنو تتقلق لكن بعد تحس اللي أنت تفرهدت واللي أنت كالقلق والغمة وكل واحد هذا ما عارف تحس فيه فتتأكد إنه سببها هي يا برو حاسلو تويكس يعطينا لوحة فنية بالرسم الوليد ضيع عقد فيه النوارة على الأخر يعني بتركي منك أنا تعرف اللي يوريك اللي يعني السين اللي بيا قاعدة تتفتح أكثر عن الموسيقى ما يدي الوليد من قبل قلتها مش من طوى السيد هذا مستقبل الراب الليبي في الموسيقى الليبية بصراحة معنى ستيل هذاك الحقيقة ستيل هذاك كان يخدم بيه طوى ما مش عادي حاسلو ماريتش منه في السن الليبي فما منه حاسلو الوليد بسعادة وبسعادة كلا عاد تستحق حاجة غير الفلوس نجم تعمل علينا تلا في الانستغرام وباي باي حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت قوك العالم والله كتعري وتوري مش يقولوا اكبر كل يقولوا فلان ما وش راجل بنته طلع الله حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت قوك العالم والله كتغنيش تقري وراك تدري حسبها مرة باقي لغة حرقة وشيخة في سدوة مثل البر